تاتا كيتشن برنامج الطهو الجديد يستعرض الأطباق الشهيرة لدى العائلات الفلسطينية. يقدمه الطاهي الفلسطيني فادي قطان ويسلط الضوء على دور الجدات في الحفاظ على الأطباق الفلسطينية وأصناف الطعام التراثية. وفي كل حلقة تظهر جدة لتقدم طبقا جديدا في بلدة فلسطينية مختلفة على غرار الخليل في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية. الفكرة وراها هي إشيان. أول شيء نوري المطبخ الفلسطيني. إحنا من عيني كمطبخ فلسطيني من عدم فهم الناس على شو مطبخنا، وتاريخياً مربوطة أو انحصرت بالحمص والفلافل، بس هو المطبخ الفلسطيني مش الحمص والفلافل، هو كثير أكثر. والجانب الثاني اللي هو نورجي العالم شو حقيقة حياتنا بفلسطين بكل أشكالها. انطلق العرض على موقع يوتيوب في أواخر شهر تشرين الثاني نوفمبر، وتم تصوير الحلقة الأولى منه في بيت لحم. الناس اللي حافظت مطبخنا هم الجدات. أنا تعلمت بمطبخ جدتي، واليوم بتعلم مطبخ والدتي. كانت الفكرة من هاي الطريقة أجت، إنه تيتاز كيتشن، نروح نلف بكل فلسطين، فلسطين التاريخية، ونقابل ستات اللي هي بتطبخ كل يوم. هي فعليا ايش هو الطبيخ؟ هو مش بس احنا الشفات بمطعمنا شو بنسوي، هو له جذور، وجذورها هي النساء اللي بتطبخ. قرار تسليط الضوء على الجدات كان هدفه اظهار الجدات الفلسطينيات كحارسات للمطبخ الفلسطيني. انا ام بعلمها لبناتي، بناتي طبعا بعلموها لاولادهم، الاولاد بعلموا هيك يعني من جيل لجيل يعني. الطاهي قطان يرسخ موروثا فلسطينيا عريقا بطابع جديد معاصر، يحافظ من خلاله على وصفات الاباء والاجداد في زمن الالفيه الثالثه.